شارك وفد الشعبة البرلمانية في اجتماع الدورة رقم 201 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي الذي يعقد أعماله في مدينة سانت بطرسبرغ بروسيا الاتحادية، حيث جرى خلال الاجتماع انتخاب رئيس جديد للاتحاد البرلماني الدولي. وحول هذا الموضوع معنا من روسيا سعادة الدكتورة جميلة السماك عضو مجلس النواب. مساء الخير سعادة الدكتورة، بداية ما هي جهود السلطة التشريعية في أعمال الاتحاد الدولي للبرلمان وماذا حققت هذه الشراكة؟ مساء الخير. طبعا مما لا شك فيه أن دور الدبلوماسية البرلمانية البحرينية التي تعد رافد من روافد رفع اسم مملكة البحرين في مختلف المحافل، طبعا حرص السلطة التشريعية على مواكبة توجهات مملكة البحرين وسياستها الخارجية والدفاع عن القضايا العادلة التي تتبناها، خاصة القضايا التي تتعلق بمحاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والسلم الدوليين وحماية حقوق الإنسان. نعم. وجود السلطة التشريعية في مثل هذه المحافل يعني ينسق للمواقف التي من شأنها أن تدعم القضايا العادلة. أيضا وجودنا في هذه المحافل يعني نسلط الضوء فيه على الكثير من القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز وحدة الصف العربي والمصلحة العامة للبرلمانات. ماذا حققنا؟ طبعا هناك الكثير من الأمور التي شاركنا فيها في هذا المحفل الدولي الهام والذي شاركت فيه حشود كبيرة من البرلمانات الدولية. في هذا المحفل بصفتي عضوة في اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان استعرضنا تعديلات مملكة البحرين على مشروع قرار اللجنة الدائمة الديمقراطية وحقوق الإنسان، كذلك بما يتواءم مع مبادئ الديمقراطية ويحقق العدالة والمساواة على كل طوائف المجتمع. إحنا واقعا عندما عكسنا الديمقراطية وحقوق الإنسان في مشروع القرار على ما نحن فيه من مملكة البحرين من مبادئ ودستور وقيم، واقعا وجدنا نفسنا بأننا نجتاز الكثير من الدول العريقة. الديمقراطية في البحرين يعني وليدة، الديمقراطية في البحرين مدتها مدة قصيرة، ولكن عندما ناقشنا مشروع القرار الذي يعتمد على الديمقراطية هذا العام كان مشروع القرار يتركز على تنوعنا تعني ديمقراطيتنا، تنوعنا باختلاف الجنس والأصل والفئات العمرية. إحنا في مملكة البحرين ولله الحمد نتعايش ونتسامح، توجد الديمقراطية المتأصلة لدينا. عندما شاركنا في هذا المشروع القرار يعني أثبتنا لدول العالم بأن البحرين هي دولة المؤسسات والقانون، أثبتنا للعالم بأن البحرين وإن كان الديمقراطية تحتاج إلى نظام من الضوابط والتوازنات والمساءلة فإن البحرين هي أفضل هذه الدول في ذلك. أن مملكة البحرين قدمت للعالم واقع نموذج في احترام الحقوق والكرامة الإنسانية لجميع المواطنين دون تمييز على أساس الدين أو الطائفة أو الجنس أو الأصل، وهذا التنوع اللي كانوا طبعا مشروع القرار يتكلم عنه في هذه اللجنة. طبعا في البحرين هناك حرص على إنشاء مؤسسات حقوقية مستقلة، وهذا اللي احنا أثبتناه وتكلمنا فيه في هذه اللجنة وأمام البرلمان الدولي. حقوق المواطنين محفوظة من بوجود مؤسسة لحماية هذه الحقوق وتعزيزها في مقدمتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. أيضا عندنا الأمانة العامة للتظلمات وزارة الداخلية، عندنا حقوق السجناء والمحتجزين، أيضا عندنا وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، وطبعا أكثر من 10 جمعيات حقوقية أهلية لها الحرية في طبعا العمل بكل أريحية، وهذا نهج الديمقراطية اللي طبعا موجود عندنا في البحرين. نعم سعادة البحرين الدكتورة جميلة السماك عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.